وسهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من برنامج مقلب دوت كوم. موضوع حلقتنا النهارده يمكن احنا قدمناه قبل كده ويمكن يتقدم في اكتر من فيلم سينمائي وفي اكتر من مسلسل وبرامج كتيره جدا اتكلمت عن موضوع حلقتنا النهارده. احنا بنتكلم النهارده عن السحر والشعوذة والأمور اللي احنا عارفينها دي، زي ما بنقول انها اتقدمت قبل كده، وبرغم انها اتقدمت وبرغم انها اتناقشت الا انها لغاية النهاردة لسه موجودة وناس بيعتقدوا فيها وناس بيتعاملوا على اساسها. جالنا ايميلات كتيرة جدا بتتكلم عن الموضوع ده. الايميل الاساسي اللي معانا اللي حصل من خلاله المقلب اللي هنشوفه في اخر الحلقة كان يمكن برضو دي واقعة يعني نادر انها بتحصل، ان زوج عايز يعمل مقلب في مراته. الزوج عمرو جلال ومراته مدام رندا، الاثنين موجودين معانا، هيطلعوا معانا دلوقتي وهنتكلم معاهم. الاستاذ عمرو والاستاذه رندا، اهلا وسهلا، اتفضلوا. اهلا وسهلا. مشوار بعيد. اهلا وسهلا، اتفضل. استاذ عمرو، يعني حضرتك بعتت ايميل بتقول الحقوا مراتي عشان على طول بتعتقد في الحاجات دي، ايه الموضوع اللي خلاك تفكر انك تبعت ايميل للبرنامج؟ الحقيقه انا سمعت عن البرنامج ان في ناس بتحب تعمل مقالب، في ناس بهدف ان يكون في جدوى يعني من المقلب ده. فالحقيقه مراتي بتحب دايما موضوع الدجالين والعرافين والحظ والابراج وحاجات من النوع ده كتير يعني. فانا حبيت، وما بتعملش حاجه الا لما بتتاكد من الموضوع ده وبتسال فيه، فيعني ده المرجع بتاعها دايما. فحبيت ان انا يعني اوريها ان الكلام ده مش مظبوط، وان في حاجات كتير جدا من الكلام ده مش مظبوط، فبعت لكم علشان تتاكد. وهي فعلا من يوميها وهي غيرت وجهه نظرها عن الموضوع. طب انت ايه وجهه نظرك كانت في الحكايه دي؟ يعني هل انت مثلا عشان تفاؤل وتشاؤم، ولا عشان تشوفي مستقبلك، ولا عشان تعرفي حد عامل لك حاجه بحيث يضايقك بحيث تكوني مكتئبه؟ يعني هي دي كل الناس بيلجأوا للناس دول لما يكون عندهم مشكله ومش عارفين يحلوها، فبيقولوا هم دول اللي يقدروا يحلوها. والله احيانا يعني هو كذبه طبعا المنجمون ولا صدقوا، بس انا بصدق فيهم. يعني في حاجات مندي اتقالت لي. انت بتقولي حاجتين ملهمش دعوه ببعض. بس يعني انا بصدق فيهم. المنجمون لو صدقوا، بس انا بصدق يعني. بصدق الاكتر يعني، لان اللي صدفوه ان انا بصدق الناس الكذابين دول. معرفش ليه بصدقهم يعني. يعني مثلا حد قال حاجه فعلا وحصلت؟ فنجان كان ولا كان كوتشينه ولا كان كف؟ كان، لا كان فنجان. كان فنجان. واتقال لك ايه؟ والله اتوصف لي وصف ان معمول لي عمل وحاجات، كان وقتها بمر بظروف نفسيه وشويه مشاكل، ووصفوا لي ناس موجوده يعني في الفنجان. يعني ايه معمول عمل؟ ان هو زي سحر يعني، يعني حد عامل سحر لاذيتك مثلا؟ قالوا لي كده. وبعدين اللي قال لك كده طلع السحر من الفنجان؟ قال لي بقى، قال لي روحي بقى في العراف الفلاني وهيقرا لك مش عارفه ايه وهيعمل لك ايه وهتبقي كويسه، وعملت كده برضه رحت. احنا بصي معانا المقلب، ونتمنى ان المقلب ده يكون عمل رد فعل كويس في التفكير حتى فيما بعد يعني، واحنا هنشوف المقلب مع بعضينا في نهايه الحلقه. لكن جالنا ايميلات كتيره جدا بتتكلم عن نفس الحكايه. معانا النهارده ناس هنستضيفهم كانوا بعتوا ايميلات ما عملناش معاهم المقلب، لكن هنستضيفهم ونسمع وجهه نظرهم بعد ما نرجع من الفاصل. شكرا. رجعنا مرة تانية وبنكمل موضوع حلقتنا، موضوع شائك وموضوع مهم قوي، وهو موضوع السحر والشعوذة. وجالنا أكتر من إيميل قبل ما نخرج للفاصل، برضو جالنا إيميل من أخ عايز يعمل مقلب في أخوه، يتمنى أنه يعمل مقلب في أخوه. كريم فارس بيشتكي من حمادة فارس أخوه أنه هو بيعتقد في الحكاية دي طول الوقت. كريم وحمادة الاثنين موجودين، أهلا وسهلا، اتفضلوا. ازيك يا كريم؟ حماده. ازيك يا حماده؟ اهلا وسهلا. ازيك يا كريم؟ ايه الاخبار؟ كله تمام؟ تمام. ايه حماده، ايه اللي عامله ده؟ هو حماده اصلا كل يوم لازم يجيب الجنان ويشوف الابراج وكده، فدي حاجه انا مش مقتنع بيها اول حاجه. فابتدي بقى تتطور، يشوف الكوتشينه ويحب قوي يشوف الفنجان. اي حد بيقرا عن فنجان لازم يعني يتابعه ويشوف ايه الموضوع ده.
فكل يوم بقى يطور الموضوع لغايه ما عرفت ان هو عايز يروح عند الدجالين ومش عارف ايه وكده. فانا شايف اول حاجه الحاجه دي حرام، فانا حبيت ان انا اعمل فيه مقلب عشان يبطل حاجه زي كده. طيب حماده، يعني انت واضح ان سنك صغير على انك انت تيأس وتلجا للناس دول، يعني ايه اللي خلاك تفكر انك انت تعمل الحكايه دي؟ ابتديت الاول اول مره يعني عادي، كنت الاول بشوف الحظ، فالحاجات دي كانت بتتم فعلا. طيب احكي لنا ايه اللي حصل مثلا، يعني يا ريت كريم تقول لنا ايه اللي حصل معاه مثلا في موقف من المواقف. الموقف يعني حصل معانا، وقبل كده قال لي تعال نروح عند في دجال يعني احنا عارفينه. حمادة قبل ما نروح له حكى لي، قال لي هيجيب ان هو يجيب صوره البنت اللي هو بيحبها وكده، وهو هيخليها تحت رجله وهتبقى معاه وكده، اللي احنا بنسمعه على طول كده. ثانية واحدة يا كريم، يعني هو في بنت بيحبها والبنت اللي بيحبها مش متجاوبة معاه، وهو نفسه انه يتعرف فيها او انه هو يخطبها او يعني يمشي بشكل رسمي، وهي ممكن تكون بتحب حد تاني، ممكن تكون مرتبطة، فراح للدجال ومعاه صورتها عشان الدجال يعمل له سحر او عمل عشان يخلي البنت تحت رجل. ده ايه الحلاوة دي؟ ده يعني هي طبعا الحكاية اللي انتوا بتحكوها دي يعني يمكن فعلا في ناس كتير بيفكروا فيها، بس بيكونوا خلاص وصلوا ليأس من حاجة معينة. لكن ان انا احب بنت ممكن تخليها تحبك فعلا لو انت بتثبت لها ان انت ناجح، لو انت بتثبت لها ان انت فعلا بتحبها وعايز ترتبط بيها، مش واحد بيهزر ولا بيلعب بيها ولا حاجة. يعني عموما هي تجربة، والتجربة أتمنى بعيدا عن المقلب ما تعملش فيك، نتمنى يعني أنك أنت تفكيرك يختلف فيها إن شاء الله. صح كلام؟ عموما احنا بنشكر كريم وحمادة جدا، وانتم موجودين معانا لغاية آخر الحلقة إن شاء الله. شكرا. أنا إيميل برضو تاني كان جاي من وسام حمدي بيشتكي من صاحبه محمد عبد الله، والغريب ان الاثنين برضو مش سنهم كبير، ولكن محمد عبد الله بيلجا للجماعه الدجالين دول. وسام حمدي ومحمد عبد الله الاثنين موجودين، اهلا وسهلا، اتفضلوا. اهلا 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 وسام، انت بعت ايميل وبتشتكي من محمد صاحبك. بالظبط. تمام، ايه بقى اللي حصل؟ الحقيقة عامل لي مشكلة كبيرة قوي. أنت بتزعق ليه يا عم؟ يعني في موضوع معين لغاية دلوقتي ما أعرفش هو صح ولا غلط بيقوله هو. يعني مثلا قبل كده جالي بيتي وعزمته على فنجان قهوة، بس فشربناه كل حاجة، فبيقول لي ممكن أقرأ. أنتوا الاثنين شربتوا فنجان قهوة واحد؟ أنا وهو طبعا. أوكي. وأنا عزمته في بيتي بقى. على فنجان قهوة واحد. أوكي. فبيقول لي ممكن أقرأهولك. قلت له طب أنت بتعرف تقرأ؟ قال لي ماشي هنتسلى عادي. كانت تسلية. بس فلقيته بيقول كلام صح جدا وبيتنبه لي بحاجات في المستقبل. هو صاحبك بقاله قد ايه؟ لا كتير. وعايز يقول حاجات غلط؟ طب يعني ماشي، بس مش الدرجه دي يعني. كتير يكون عارفك يعني. يعني في حاجات انا خاصه بيا انا. يعرفها ازاي طيب؟ هو ما يعرفهاش. ما يعرفهاش. تمام. وحاجات برضو هتحصل لي في المستقبل انا ممكن احسها، ما يعرفهاش برضو. تمام. حاجات زي ايه اللي قال لك عليها وسام؟ يعني بيقول لي انت ممكن لما تتخرج تبقى كذا كذا. طبعا يعني انت لو بتدرس في هندسه ممكن يقول لك لما تتخرج هتبقى مهندس، دي معلومه؟ مش للدرجه دي يعني. انت بتدرس في ايه؟ كليه هندسه. ايه ده فعلا؟ فعلا. اكيد قال لك بقى هتتخرج ويبقى في مثلث في ايدك وبتاع. يعني حاجه زي كده. ولا ايه اللي حصل معاك مثلا حسيت من خلاله انك انت تقدر، يعني انت دلوقتي تخصص قرايه فنجان؟ لا مش يعني، اصل لو كده ممكن نوقف البرنامج ونجيب دلوقتي كوبايتين قهوه. القهوه ايه، لازم تبقى مظبوطه ولا؟ لا عادي. عاديه، القهوه عاديه. طيب عموما وسام ومحمد، يعني يعني انا شايف برضو ان الحكايه دي لو الواحد بيركز فيها الحكايه مش بالسهوله دي. لو الناس تقدر تعرف الغيب وده عند ربنا سبحانه وتعالى من خلال فنجان ولا من خلال كف ولا من خلال كوتشينه، ما كانش حد غلب. فاكيد لما بيتقال حاجه وتطلع الحاجه دي صحيحه بتبقى اكيد نتيجه صدفه. احنا طبعا بنشكر وسام وبنشكر محمد عبد الله، وهنتفرج مع بعضينا على المقلب اللي حصل لمدام راندا اول ما نرجع من الفاصل. شكرا. بنكمل موضوع حلقتنا النهارده، وقبل ما نشوف المقلب يعني برضو بنرجع تاني، هل موضوع المقلب ده هو حصل معاكم من فتره قريبه؟ يعني هل بعديها فعلا قابلتي حد من الناس الدجالين او الناس اللي بنقول ان هم بيقروا او بيشوفوا او بيعملوا اعمال او بيفكوا اعمال او حد من دول؟ لا خالص.
يعني ساعات كده دماغي تلعب حبه بس افتكر اللي حصل اقول خلاص مفيش داعي خالص. تمام. هو احنا عموما وقت ما المقلب اتعمل مجموعه العمل اتفقوا مع صاحبتك ان تبقى مشاركه في تنفيذ حكايه المقلب ده، والمقلب ده نتمنى ان هو يعجبكم ونتمنى ان احنا نستفيد منه. هو ده المهم قوي، يعني نشوف مع بعضينا المقلب ونرجع نكمل كلامنا. عرفنا ان الدجل والشعوذه واكلين دماغ رانيا، وقدرنا نوصل لرانيا معلومه مهمه جدا ان احنا عندنا حته عرافه بتعمل اللي ما يتعملش. طبعا ده كان عن طريق صاحبتها منى، وبدون تفكير رانيا طلبت نجهز لها ميعاد مع العرافه العبقريه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت احنا جايين نقابل الشيخ سعد. قوي اتفضلوا يا اخوان اتفضلوا. انت لما بتنامي وبتروحي من النوم بتشوفي ايه؟ اسي همايا؟ اسي همايا؟ سمي لي؟ ناهيكا ناهيكا؟ ايوه خير. ناهيكا 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 بقالها ساعتين مش يعني لو حضرتكم بتعرفوا لغات او حاجه يعني بنحاول معاها بقالنا فتره وهي زي ما انت حضرتك شايف. يو سبيك انجلش؟ I am sleep. Yeah. See, Tonki. No, Tonki? Tonki. Fly. تقريبا يعني اللي انا فهمته انها بتحلم بكوابيس. وبتشوف نفسها راكبة حمار بيطير. فريق هم سيدنا الأفندي. الواد ده حاله تغير حكايته حكاية والله. خير. الواد ده من 5 سنين كان زي الفل يا سيدنا الأفندي. كان زي الفل، كان بيمرح في الغيط ولا الطور في السقية. أيوة. والله ما كان بيبطل دن ولا النحلة كده في البلد كله. واضح. أيوة. لغاية ما في يوم من الأيام كان يوم أسود وأخبر على سنيننا. اتخانق مع الواد حسنين ابن بركات. معلش ما تخافش أنا معاك. أنا معاك. ما تخافش يا حبيبي أنا معاك. اهدى عليك الأمان. اهدى ما تخافش. فتحي وسيدة ومولودة في السيدة يوم 4/2 الساعة 6:30. وانت ايمان بنت مدحت ونادية. طلباتكوا ايه يا هواي؟ انا عايزة اعرف. عايزة تعرفي ايه؟ كل حاجة. واموري كل حاجة. احكي لك عن صاحبتك ايمان دي كلها. بتحبك وبتخاف عليكي ومخلصة وخايفة عليك. ستي متشكرين بس هي عايزه تعرف عن جوزها مش عني. جوزك؟ يختي بيحبك بس يعني هو زعلان منك شويه. ما تقلقيش يا بنتي ما تقلقيش، دول هما بيحرسونا دول معانا على طول. بصي شايفه جوزك قاعد فين؟ ما شاء الله بسم الله ما شاء الله قاعد في حتة واسعة وكراسي وناس. ما تقلقيش. بصي يا بنتي خليكي معايا وما تخافيش منهم، دول بيحمونا. بصي على جوزك هنا، شايفة قاعد فين؟ باب مفتوح
قاعد في كافيه مع واحدة حلوة قوي بيفضفض لها. واحدة مين؟ واحدة مين؟ هو قال انه مع واحد صاحبه. جرايه يا رند، ما تصدقين، قاعد في كافيه مع واحدة وذوقه كمان حلو. الله، هو قال لي واحد صاحبه وانا عارفاه. رند، انت بتكدبيني؟ طب اهو وبيسمع اغنية كمان. يا شيخ هتكدب برضه يا رندا. طب اسمعي اسمعي، سمعوك صدقتيني يا بنتي. ما تقولي لصاحبتك حاجة. معلش معلش، مش عايزة تصدقني. يلا يلا برود برود شديد. يلا. الو الو يا عم، انت فين؟ انا في كافيه مع هشام. انا عارفه ان انت في كافيه، انت مش مع هشام، انت مع واحده. ليه واحده صاحبتي قايله لي دلوقتي انها شايفاك مع واحده؟ واحده ايه ده؟ انا مع هشام. ما تكدبش عليا، ما تكدبش عليا. اقفلي السكه. هشام ده حلاوتي بقى. حلاوتك ايه يا ست انت؟ ده في واحد حاجات وصلتنا من هنا. واحد ايه يا بنتي؟ احنا عندناش الكلام ده. انا شايفه انا شايفه انا نمشي. انت فين يا بنتي؟ بلاش انا. اقعدي انت البوليس. اقعدي يا رندي، هاذيكي يا ايمان يا بنت ناديه. ايه هوديكي هاذيكي؟ هاتي حاجتنا دلوقتي. رندا اقعدي يا رندا. رندا مش يا رندا، ما تخافيش. اقعدي اتكلمي معايا انا. اصل انت طيبه. انت اتكلمي معايا انا. فين حاجتنا؟ هتكلم يا اختي. ما تقلقيش يا بنتي، دي حاجة بسيطة يا رندا. سيبك منها يا اختي، سيبك منها. ما دي قلبها اسود، انا ما ارتحتلهاش من ساعة ما شفتها. اقعدي. رايحة فين؟ انا مش عاوزة حاجة. انا عايزة. طب اقعدي وانا هجيب لك صاحبتك. مش ماشية من هنا. اقعدي يا رندا. اسكتي. هجيب لك حاجتك. انا هجيب لك حاجتك. انا هجيب لك كل حاجاتك ومعاها جوزك. يا نهار ابيض. يعني في النهايه انت اللي اغمى عليك طبعا. يعني انا لو مكانك ودخلت مكان زي كده احس ان في فيلم، ان في حاجه، لان ما اعرفش. يعني انا واحد من الناس مش شايف ان الحكايه في البخور. اكيد في علاج واكيد في سحر وده موجود يعني، لكن بس ده علاجه مش بالواحده بتقعد تعمل كده هو، فالناس يقعوا يعني. يعني مش عارف. هي عموما هي ممثله هايله يعني، سلوى عزب ممثله هايله وعامله دورها كويس قوي لدرجة انها اقنعتك تماما. وبعدين حلوة قوي الحكاية دي. احنا معانا عموما فريق العمل، من فريق العمل معانا شريف صبحي وياسر التوبجي. اهلا وسهلا ياسر. كنت انت اللي عامل الحرامي مش كده؟ الحرامي اللي سرق الجزم. الجزم والشنط والموبايلات. والموبايلات والحاجات. وانت كنت جايب الواد الغلبان. اخويا ده كان مغلبني. مشكلتنا وائل ابو سواد كان عمال يوقع الجيلاتي علينا اللي هو ماسكه، وكنا عاملين نكسر في الحيله لبره. ما يقول باريزا. الساعه بره عاملين باريزا. باريزا. يعني هو عموما طبعا انتوا عاملين مجهود جامد جدا، بس برضو احنا عندنا قضيه كبيره قوي يا جماعه، اللي هي القضيه بتاعت الدجل والشعوذه. يعني نتمنى زي ما حضرتك قلت في الاول ان خلاص الموضوع ده بمجرد ما حصل المقلب ما رجعتيش تاني وقابلت حد تاني. مع مش عارف يعني النهارده تخرجي من هنا تروحي تقابلي حد تاني، تشوفي البرنامج ده هيتعرض ولا مش هيتعرض ولا ايه. يعني ده موضوع طبعا صعب قوي. احنا طبعا بنشكركم، بنشكر فريق العمل، بنشكر كل الناس اللي موجودين النهارده معانا في الاستوديو وكل الجمهور الموجود في البيوت. ونتقابل معاكم بكره ان شاء الله حلقه جديده ومقلب.com.